الرجل إذا ما شعر باحترام في بيته ما يقعد في بيته، يروح يدور مكان ثاني. الرجل إذا ما شعر باحترام من طرف زوجته وهي تكلمه، تستهين فيه ولا تستحقر فيه ولا تستهزئ فيه ولا تقزم من أفكاره، يطلع برا البيت، يشوف له جو آخر، يشوف له أصدقاء، يشوف له نادي، يروح يتمشى بروحه، يطلع. ليش؟ لأنه يشعر أنه غير محترم.